ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود، تكلمنا الآن من رام الله، وتشهد معنا الآن طبقا لمصادر إسرائيلية بدء الغزو البري لغزة. توقعاتك لمراحل هذا الغزو وبدايته كما نشاهد هي الأعنف منذ أيام. في الواقع لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أي شيء في هذا الموضوع. لا نستطيع الوصول إلى أي أحد من أهلنا وإخواننا وشعبنا في قطاع غزة. الاتصالات كلها مقطوعة منذ حوالي 40 دقيقة. لم نستطع منذ ذلك الوقت لا تلقي اي اتصال ولا الوصول الى اي اتصال مع اهلنا في قطاع غزه. المؤشرات والانباء التي لا نستطيع ان نجزم بصحتها، لكن هي تتحدث عن محاولات اسرائيليه لتقدم بري او لغزو بري او اجتياح بري لقطاع غزه. هذا يعني اننا سندخل في مرحله اكثر شراسه واكثر ضراوه واكثر خطورة على المواطنين المدنيين العزل الأبرياء في قطاع غزة. هذا يعني أننا أمام مذبحة أكثر مما شهدنا حتى الآن خلال الثلاثة الأسابيع الماضية. العالم يجب أن يتحرك، يجب أن يكون هناك وقف فوري لهذا العدوان. هذه هي أولويتنا الأولى. نحن لا نريد أن نغرق في التحليلات والتوقعات، نريد فقط امرا واحدا، نريد ان نتاكد بان دوامه الدم التي تسفكه اسرائيل دوله الاحتلال في قطاع غزه تتوقف. نريد ان نرى وقفا فوريا، نريد ان نرى تدخلا من العالم. نحن نتوجه الى كل الدنيا، الى الدول العربيه الاسلاميه، الى العالم. عليكم ان تتدخلوا الان. المذبحة مستمرة والمذبحة تدخل مرحلة أشد خطورة. العالم كله، أقسم بالله العالم كله سيدفع ثمن هذا السكوت المعيب المخزي على هذا الإجرام الذي يقع في قطاع غزة. نعم، يعني إذا كان العالم يريد أن يستمر في السكوت فعليه أن يتوقع أن هذا الدم لن يذهب هدرا. وربما العالم كله فوق ما سيتحمله من عار سيتحمل ثمن وتبعات هذا الدم الذي يسفك زورا وبهتانا وعدوانا في قطاع غزة. نعم دكتور محمود الهباش، وأنت تتحدث عن صمت العالم في هذه اللحظة، يعني جلسة للأمم المتحدة لبحث وقف إطلاق النار، ورغم ذلك إسرائيل تتجاهل كل التحركات الدولية في هذا الصدد. لأن إسرائيل مطمئنة إلى أن الراعي الأمريكي للإرهاب موجود، وأمريكا التي هي الراعي الرسمي للإرهاب الإسرائيلي تستطيع أن توفر لها كل الدعم وكل الحماية في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة وفي كل مكان. يكون هناك لغة مختلفة، ويجب أن يكون هناك تحرك مختلف. لم يعد الأمور السلوك والسياسة ليست فقط سير على نمط واحد مع المجتمع الدولي. أنا أتكلم هنا عن الأمة العربية، عن الدول العربية، الدول الإسلامية، الدول الصديقة لنا. يجب أن يكون هناك تحرك مختلف هذه المرة. ما المقصود بالتحرك؟ إسرائيل في قطاع غزة. نعم، ما المقصود؟ ما الذي تقصده بالتحرك المختلف؟ تحرك يعمل بلغة المصالح. أمريكا لديها مصالح معنا، مع الأمة العربية، مع الأمة الإسلامية. لماذا لا يصار على الاقل؟ ويعني من العيب ان نتكلم هذا الكلام. قطاع غزه محروم من الوقود، فلماذا تتمتع اسرائيل وتتمتع امريكا بالوقود؟ الوقود الذي ياتي من دول عربيه واسلاميه. لماذا لا نستخدم لغه المصلحه؟ المصالح هي اللغه الوحيده التي يفهمها المجتمع الغربي والمجتمع الدولي، ونحن ندرك الكثير لنقوله في هذا الصدد، فلماذا لا نتحرك؟ نعم دكتور محمود، يعني قبل الإعلان عن بدء هذا العدوان البري أو الدخول بريا إلى غزة،
يعني سمعنا على أن هناك مفاوضات حول هدنة إنسانية لساعات أو ربما لأيام، وحيث عرضت إسرائيل وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين. هل تعتقد أن إسرائيل لم تعد تهتم بالرهائن والحديث عن الرهائن وتعريض حياتهم للخطر؟ أنا لا يهمني ماذا تهتم إسرائيل وماذا لا تهتم إسرائيل. أنا يهمني شعب، يهمني الأطفال الذين يقتلون عدوانا في قطاع، يهمني المساكن التي تهدم وتنسب وتقطف على رؤوس ساكنيها. دعونا من الحديث عن الأسرى، فليذهب كل الأسرى إلى الجحيم عند اللزوم. أنا أتكلم عن أسرائهم ورهائنهم، لا يهمني هذا. يهمني الآن فقط وقف العدوان. هذه هي الأولوية التي نتكلم عنها. لا نريد أن نغرق في تفصيلات لا تسمن ولا تغني من جوع في هذه اللحظة. نعم، ولكن الأسرى وقف العدوان فقط. موضوع الأسرى والمحتجزين لدى حماس كان ورقة بتطالب يعني حماس بهدنة في أو وقف هذا العدوان في سبيل تسليم هؤلاء الأسرى. هل ضاعت هذه الورقة وأصبحت يعني في مهب الريح؟ لو فهمنا العقلية الإسرائيلية جيدا لأدركنا المخطط الرهيب الشيطاني الذي يسعون إليه، والذي وجدوا ضالتهم في هذه الأحداث لتنفيذه. المخطط يقضي بنسف قطاع غزة، إخراج سكان قطاع غزة، إفراغ قطاع غزة من أهله، كمقدمة لتهجير أيضا الضفة الغربية والقدس. والمسألة لا تقف، يعني القضية عند إسرائيل الآن لا هي حماس ولا هي الأسرى. القضية قضية أخطر من ذلك وأبعد من ذلك، وهم تحدثوا بشكل واضح، وحتى بعض كثير من الوسطاء الذين تحدثوا معنا كانوا يأتون إلينا باقتراحات. كل هذه الاقتراحات تدور على نقطة واحدة، ترحيل سكان قطاع غزة مؤقتا كما يقولون. نحن نعرف أن الترحيل المؤقت يعني الترحيل أبدي، المقصود إفراغ قطاع غزة من سكانه. نعم دكتور محمود، يعني توقعاتك لمراحل هذا الهجوم البري وإن كانت قد بدأت؟ أنا لا أعرف بالضبط إلى أين يمكن أن تصل الأمور، لكن ما أتخوفه وما نتخوف منه جميعا وما تخشاه القيادة الفلسطينية أن تصل الأمور إلى مستويات أكثر شناعة وأكثر بشاعة مما وصلت إليه إلى الآن. إذا كانت الأمور الآن تقشعر لها الأبدان، فماذا يمكن أن يكون عليه الحال إذا فعلا حدث اجتياح بري لقطاع غزة؟ معنى ذلك أن هناك آلاف أخرى من الضحايا سيسقطون، وآلاف من البيوت ستهدم، وآلاف من الجرحى، وربما تنجح إسرائيل لا قدر الله في دفع سكان قطاع غزة إلى الخروج هربا من الموت. القضية خطيرة، خطيرة جدا. نعم. إذا لم يتحرك العرب أولا. نعم. والمسلمون والعالم، الأمور ستدخل في مرحلة خطيرة. نعم، إذن ينبغي أن نسأل هنا يعني دكتور محمود الهباش، على من تعول السلطة الفلسطينية الآن والشعب الفلسطيني في ظل التمزق والتباين الدولي الواسع في الرؤى الآن؟ نحن نعول أولا على أنفسنا، على إمكانات بقائنا، إمكانات شعبنا البسيطة، وعلى تمسكنا بحقنا، وما ضاع حق وراءه مطالب. نحن شعب أعزل يا أختي الكريمة، نحن شعب أعزل، لا نملك جيوش ولا نملك عتاد ولا نملك أي شيء. الذي نملكه أشياء بسيطة لا تساوي شيئا. لا تتوهموا، ولا نريد لأحد أن يتوهم أننا نملك جيوش ونملك عتاد ونملك قدرات. نحن شعب أعزل يعيش تحت الاحتلال منذ 70 سنة. نعم دكتور محمود الهباش، كنت معنا هاتفيا مستشار الرئيس الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.